علاء 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 قبل أكثر من 1000 عام كانت هذه الطرقات مسرحاً للآلام، لا يسمع فيها سوى حرقة أنين الثكالى في أحضان محرقة الخيام. ولكن شاء الله أن تكون شرعية البقاء وصك الاستمرار للمظلوم، وها هي المآتم والمواكب تنصب لخدمة زائري سيد الشهداء القادمين من كل جهات العالم، تتجدد أرواحهم مع كل لحظة تعب وعناء، يستشعرون لذة الوفاء، لأن تضحيات الإمام الحسين عليه السلام كانت لله تعالى، وما كان لله ينمو. كل العدن من خيرات الحسين، كل العدن من وراء منبر الحسين سلام الله عليه، والتعويض دنيوي وآخروي. وهي الحسين سيدة زينب ما يبغى، ما كنا حارين ولا كنا تعبانين، غير ونعمل. حتى أنا عندي ولد بديرة غرب، ويتمنون هم هنا، يتمنون يقول هنيالكم يما، هيك رايحين للحسين وتواسون السيدة زينب، ادعي لنا يا يما. قلت لهم والله ادعي لكم، ماكو غير أبو عبد الله يوقف لكم. سعدنا غيرهم، وماكو غير الله وهم، لما نطيونا بس عليهم هم، إن شاء الله يوقفون بآخرتنا وبدنيانا بكل وقت. شيعتي، مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني. قتل ظمآنا ابن من كان الفرات لها مهرا، وابن حيدرة الفتى الذي روى المستضعفين عزا، وابن طه الذي دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى قربة قربه الجليل تكريما وحبا. أيظمأ الحسين؟ أتظمأ سكينة؟ أتظمأ رقية؟ أتظمأ بضعة قلب ابن البتول؟ تلك مصيبة، والمعزى هو الرسول. أخي عباس، إلى أين أنت؟ ولكن أنت عمود خيمة أخي الحسين. ولكن من لرقية وأيتام الإمام الحسين عليه السلام غير عمتها العقيلة، ابنة من كان يطفئ ضوء القناديل كي لا يرى ظلها فرد من الأنام، تركض من خيمة لأخرى تجمع وتحامي عمن بقي من آل النبي الهمام. أتركض زينب؟ تقلها عمك اللي الهلا بالياي منا وريحت علي يا عم وياه، تقلها عم الزوار يونا وبيهم يا عم ريحة ابونا. شعد غير السيدة زينب يما، تواسيها على ضيمنا وعلى تعبنا وعلى كل شيء بعمرنا. أقولها يعينك الله، يعينك الله، نشرب وناكل وننام ونقعد، انت شلون كان حالك؟ يعينها الله على صبرها ويعطينا صبر من صبرها. أنا أقول شن جاز من الزهراء والسيدة زينب، إحنا مدللين. هسا أنا نحاتيك ويا ابني ويا أبونا ويا عائلتي، أقولها يا أم أنا ما أعتبر روحها خادم لأن مدللة. كأنهم يقولون لسيدة الطف وسيد العابدين، حين يتعب زائروكم نحن نواسيكم، وليس لنا إلا أن نزيل عنهم متاعب سفرهم هذا إلى قبلة العاشقين ومثوى الصديقين ومعقل المحبين كربلاء.
كل واحد أخذ يقدم شيئاً، يصنع شيئاً، وكأنه يقول: إليكم تذل النفس من بعد عزة، وليس تذل النفس إلا لمن تهوى، فلا تحوجها بالسؤال لغيركم فتسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى. إذن فماذا كان سؤال خادميك يا أبا الأحرار؟ والله عقلي طالبة منك بس الشفاعة ورضاتك، وإن شاء الله ترضى على شيعة أمير المؤمنين، وحتى الماء الله هذه إن شاء الله ينهدي على هذا الطريق، وإن شاء الله رأيي من عندك أشوف، بس هاي الطلب من عندك حتى لو بحلم. العمر في السين ما يسوى، بلا حسين وبلا والناس ما توصل بلا حسين. صار سنين وانا مكلب بالحسين، ومن حسين متروسات دين. هلا 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 بزوار الحسين، زوارنا صلوا وتعشوا مبيت، زوارنا هلا بيهم. لا يمكن بغير صلاة، فذبيح كربلاء جعل من ساحة الحرب محرابا للصلاة، قبل أن يقدم نفسه قربانا لخالقه ويبعث في نفوس محبيه معنى الحياة. أي قربان أنت يا سيدي؟ كل تلك الأفلاك وما فيها، قال عنها خالقها ومحصيها: ما خلقت سماء مبنية، ولا أرضا مدحية، ولا قمرا منيرا، ولا شمسا مضيئة، ولا فلكا يدور، ولا بحرا يجري، ولا فلكا يسري، إلا لمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، ذلك الكساء الذي ضم سيد الشهداء. ثم فيما بعد سكن دمه الخلد، واقشعرت له أظلة العرش، وبكى له جميع الخلائق. كل طريق يسلك إلى أبي الأحرار هو طريق إلى السماء، وصوت ذلك اليوم سيظل يرافقنا في اليقظة والمنام، من المولد وحتى لحظة الختام. وكل تعب فيه وعناء سيزول حين تلامس أيادي قاصديه شباك ضريحه المقدس، ويكتبون في سجل زائريه، وحتى الموت سيغدو قنطرة تعبر بمحبيه من بؤس الدنيا إلى نعيم الآخرة، كما قال لأصحابه: ذلك هو الطريق إلى الجنة. أنا أقف أمام ضريحك يا صاحب القداسة، بعد أن شاركت محبيك المسير، وعاينت لهفة خدامك لخدمة قاصديك، الكبير منهم والصغير، كلهم ما بين غني وفقير، في أبهى تجمع عرفته البشرية، ترافقهم أنفاس الملائكة المسبحين، ويضللهم دعاء سيد العابدين، مواسين بذلك ركب أهل بيتك الطاهرين. أنقل يا مولاي أصداء كلمات محبيك من على طول الطريق، كي يسمعها العالم، ولا أخفيك سرا،
طالما شعرت وكأن ولدك صاحب الأمر يسير بيننا، تحجب رؤيتنا له كثير ذنوبنا وقبيح عيوبنا وسواد قلوبنا، فهل لا تخبره أن يقبلنا بين صالحين؟